بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. سلام الله عليكم أحبابي في الله في هذا الدرس الجديد على قناتكم ماحوحو. إخواني الكرام، يعني في درس كنا قد وضعناه قبل تقريبا يعني شهر، كنت قد شرحت طريقة استعمال يعني الكارت سيم واحدة في عدة هواتف، يعني بحيث أنك تستقبل بطبيعة الحال المكالمات يعني على نفس الهاتف. يعني إخواني الكرام، قد يكون هاتفين أو ثلاثة بكارت سيم واحدة. لكن في ذلك الشرح يعني ذكرت بأنه يجب عليك الاتصال بطبيعة الحال أو تذهب إلى يعني شركة الاتصالات حتى يمنح لك عقد يعني في هذا الموضوع، والعقد يكون مقابل بطبيعة الحال مادي شهريا. هناك بعض التساؤلات التي طرحت، هل يمكن نسخ يعني كارت سيم لأخرى يعني؟ بالتالي فأحببت أن أضع هذا الفيديو حول هذه النقطة، بحيث أنه نأخذ جميع المعلومات الخاصة بكارت سيم هاته ونقوم بنقلها إلى كارت سيم فارغة تشتريها، ثم يصبح لديك مباشرة رقم هاتف واحد على كارتين معا إخواني الكرام. وهذا يفيد كثيرا، مثلا إذا كان لديك شخص في عائلتك فيمكن لك تطبيق هذا الأمر، بحيث أنك يصبح لديك كارت سيم ثانية تستعمله على هاتفك، والشخص الذي يستقبل مثلا المكالمات إلى غير ذلك وأيضا الرسائل سوف تستقبلها أنت شخصيا أيضا على هاتفك. بهذه الطريقة يمكن لك التجسس عليه إخواني الكرام، وتنفع أيضا الناس الذين يريدون كما أشرت أن يستعملوا الهاتفين بكارت سيم واحدة إخواني الكرام. لذلك سوف أشرح هذه النقطة، سوف نحتاج فقط إلى برنامجين، نمر إلى شرح هذه النقطة طلبا بطبع الحال بعد طلب منكم. طيب إخواني الكرام، اللي عمل هذه الطريقة فتحتاج فيها كما أشرت إلى برنامجين. هناك صراحة عدة شروحات عبر الإنترنت كثيرة كثيرة جدا حول هذه الطريقة، لكن هناك يعني شرحون عدة طرق، منها الطريقة التي سوف نشرحها في هذا الفيديو مثلا على موقع ويندرشار، يعني ذكروا مجموعة من البرامج التي تقوم بهذه العملية. سوف أشرح لكم أنا شخصيا برنامجين، أفضل برنامجين، يعني هناك عدة صراحة شروحات عبر الإنترنت. إذا كل ما سوف تحتاج إليه هو ربط كارت سيم الأولى التي تشتغل بحاسوبك. يعني كيف يتم ربطها بحاسوبك؟ عن طريق يعني قارئ كارت سيم يعني على الحاسوب. هذا القارئ يعني يبلغ ثمنه دولار ونصف إلى دولارين، يمكن أن تجده في مدينتك أو إذا كنت تريد طلبه يمكن لك طلبه عبر الإنترنت. أنا صراحة يعني لم أجده في برشلونة، بالتالي الحل هو أنه طلبه عبر الإنترنت. أتذكر أنا شخصيا السنوات التي كنت فيها في المغرب إخواني الكرام، فيعني أتذكر بأنه كان موجود شيء يعني قارئ يعني سيم على الحاسوب. لذلك بعد أن تشتري إخواني الكرام تقوم بإدخال بتاع كارت سيم فيه وربطها بالحاسوب حتى يقرأه على الحاسوب. أنا شخصيا كما ذكرت يعني لا أشرح لكم هذه الخطوات يعني بالتطبيق لأنه لا أتوفر على هذا القارئ. طيب يعني بعد ربط يعني الكارت سيم بالحاسوب فسوف تقوم بفتح هذا البرنامج مباشرة إخواني الكرام، ثم تضغط على كراك. عندما سوف تضغط على كراك فسوف يعطيك بطبيعة الحال يعني كود، هذا الكود الذي سوف تجده هنا. سوف تضغط على تضع العلامة على هذا الخيار كما سوف تشاهدون، ثم تضغط على ستارت. عندما سوف تضغط على ستارت تنتظر تقريبا 10 دقائق عفوا كأكبر تقدير حتى يتم إنشاء الملف، هذا الملف الذي سوف نقوم بنقله إلى الكارت سيم الفارغة الثانية التي سوف تشتري حتى تحصل على رقم هاتف يعني ذلك الشخص في كارت سيم الخاص به. إذا سوف تضغط على ستارت كما سوف تشاهدون، ثم في الأخير تضغط على فايل وحفظ، يعني بعد أن تنتهي هذه العملية أو سوف تنبثق لك نافذة مباشرة لكي تحفظ يعني ذلك الملف. عندما سوف تحفظ ذلك الملف على حاسوبك فالحين يعني سوف تقوم بفتح برنامج ثاني، هذا هو البرنامج إخواني الكرام. عندما سوف تقوم بفتحه طبعا الحال سوف تقوم بربط الكارت سيم الثانية. أذكر قبل يعني هذه العملية إخواني الكرام، عندما سوف تقوم بنسخ أو نسخ الملف لا تقوم بإزالة كارت سيم مباشرة من الحاسوب إلا إذا ضغطت على ديسكونكتار هنا إخواني الكرام. هذا مهم جدا طبعا الحال، يعني حتى لا تتلف يعني كارت سيم، فيجب عليك الضغط على ديسكونكتار ثم اسحب يعني كارت سيم الأولى من الحاسوب من خلال قارئها إخواني الكرام. طيب بعد أن قمنا بحفظ الملف سوف تفتح هذا البرنامج، جميع الروابط أسفل الفيديو. هذا البرنامج بالمناسبة يفيدكم أيضا إذا كنتم استرجاع الأرقام يعني على الهاتف على كارت سيم، وأيضا الرسائل والإس إم إس وأي شيء تريدون، وصراحة سوف تجدون أيضا الرابط أسفل الفيديو. طيب بعد فتح هذا البرنامج يجب عليكم إدخال كارت سيم الثانية الفارغة التي اشتريتموها في قارئ الأقراص
أو عفوا يعني قارئ سيم الذي اشتريتم أيضا في الحاسوب. يعني حين قمنا بربط يعني كارت سيم الثانية سوف تنبثق لك نافذة، يعني هنا تضغط على كونكت طبعا حال حتى يتم التعرف عليه من خلال البرنامج. ثم بعد أن يتعرف عليه البرنامج سوف يقول لك بأن هذه الكارت سيم فارغة، ليس بها معلومات لأنها فارغة، سوف تشتريها فارغة كما ذكرت. إذا سوف تقوم بالضغط على اكسبورت يعني سحب الملف، سوف يعطيك خيار لكي تسحب الملف حتى تقوم بتركيب بطبيعة الحال بنقله إليها. ذلك الملف بطبيعة الحال خاص بالبطاقة الأولى سيم الأولى التي قمنا باستخراجه من إخواني الكرام. طيب يعني الحين بعد أن تقوم باختيار الملف تضغط على كونكت وتنتظر قليلا، يعني قد تكون 5 دقائق حتى يتم نسخ جميع الملفات الخاصة بكارت سيم الأولى إلى كارت سيم الثانية التي اشتريتها فارغة إخواني الكرام. وهكذا تكون قد نسخت يعني إخواني الكرام الرقم الهاتفي الأول في كارت سيم الثانية، ويمكن لك استعماله معا إخواني الكرام لكي تستقبل المكالمات وأيضا يعني الرسائل في هاتف الشخص الأول، أو يعني إذا كنت تريد لنفسك يعني استعمال رقم هاتف واحد يعني في هاتفين. فهذه العملية التي يتم تطبيقها يعني نسخ الرقم الهاتف الأول في الكارت سيم الثانية إخواني الكرام، واستعمال طبعا الحال يعني الكارت سيم يعني الأولى في الثانية. وسوف أضع لكم أيضا رابط الشرح يعني أسفل الفيديو، فهي نفس الخطوات التي شرحتها إخواني الكرام. أراكم إن شاء الله في مواضيع جديدة، استدعمنا بالضغط على اللايك ومشاركة هذا الفيديو مع أصدقائكم حتى يستفيد الجميع، وأيضا زيارتنا على موقعنا www.5.com، ولما مع صفحتنا على الفيسبوك facebook.com/1981. ولا أيضا لا تنسى الاشتراك في قناتي حتى تصلكم دائما جديد الفيديوهات. في أمان الله.